تقريبا اعتقد هو هذا اخر شابتر يعني، واكو ملحق ويا هم شابتر بداية يعني نعطيكم شوي في شيء يعني مقدم عن الانفورميشن ثيوري، اللي هي المقدمة الى الاتصالات ديجيتال كوميونيكيشن، الاتصالات الرقمية اللي حتاخذوها صف رابع. لحد هذا الشابتر يعني الشابترات الخمسة السابقة كان الاتصالات هي عبارة عن اتصالات انالوج كوميونيكيشن. فمثل ما لاحظنا كانت الإشارة، التعامل من الإشارة هي التعامل مع إشارة أنالوج وليس ديجيتال. ولاحظنا أنواع الإشارات، يعني طبعا قبل ما ندخل أنواع الإشارات كنا يعني افتهمنا شلون نتعامل بالإشارة اللي هي تحليل الإشارة، وهي الإشارات كانت عبارة عن معظمها هي إشارات كانت أنالوج. وبعدها دخلنا على المودريشن للإشارات الأنالوج، عرفنا شنو أنواع المودريشن اللي هي الأي إم والبي إم والإف إم، اللينيار بيها مثل الأي إم واللين لينيار مثل البي إم، البي إم والإف إم أو الأنجل مودريشن. هسه حناخذ شابتر، هو شابتر 6 هو البولس عن ديجيتال مودريشن. هسه حناخذ المودريشن ولكن بالإشارات يعني ديجيتال مودريشن وليس أنالوج مودريشن. طبعا هذا الشابتر هو يعني مقدمة إلى الديجيتال كوميونيكيشن، لأن أنا عندي ديجيتال كوميونيكيشن إشارات، كل الإشارات هي إشارات ديجيتال وليست إشارات أنالوج. لأن أنا عندي دائما يعني أكثر الأجهزة مالتنا هسه حاليا الاتصالات تعتمد هي بيز أون ذا ديجيتال كوميونيكيشن أو ديجيتال مودريشن. علما انه يعني الريل لايف، او مثلا خلينا نقول مثلا يعني الاشارات المتوفره، اكثر معظم الاشارات المتوفره اراوند از هي اشارات انالوج. يعني انا مثلا عندي مثلا بريشر سنسر هو يعطينا اشارات انالوج، مثلا التمبريتشر سنسر يعطينا من اشارات انالوج وهكذا. طبعا بعض السنسرات مثلا يعني يعطينا ديجيتال سيجنال، مثل السنسر مثلا اللي ينحط على الباب مثلا اون اوف، اما باب مفتوحه او باب مغلقه. فنلاحظ مثلا اللايت جلوب مثلا مطفي او معلوق الى اخره. هاي خلينا نعتبرها مثلا يعطينا مثلا يعني سنس انه هاي الاشاره اما هي مثلا لوجيك 1 او 0، او مثلا تعطينا فد قيمه بولتيه معينه اوكي، وتعطينا ومن تغير حالتها تعطينا قيمه بولتيه اخرى. وهاي حالات مثل ما قلت لكم هاي يعني خلينا نقول مثلا نادره، بس اكثر معظم السنسرات اراوند اس هي اشارات هي انالوج. زين احنا هاي الاشارات الانالوج شلون نتعامل وياها اذا هي اجهزتنا كلها او الاتصالات كلها اللي عندنا هي متوفره هي اتصالات هي ديجيتال، يعني ديجيتال كوميونيكيشن. فالمدخل إلها لازم هاي الإشارات الأنالوج نحاول نحولها إلى إشارات ديجيتال. يعني أنا عندي إشارات أنالوج لازم أحاول أنقلها إلى إشارة ديجيتال على مود أقدر أتعامل معها. لأن أنا إشارة أنالوج على وضعها إذا ذي أتعامل وياها مثلا، فلازم أني أشتغل على أنالوج موديليشن مثل ما لاحظنا بالاف ام والاي ام والبي ام. وبيها طبعا بيها ديز ادفانتج، بعد حنفتهم شنو ديز ادفانتج مالتها بنفتهم الديجيتال موديليشن. على مود اقدر اتعامل مع هيجي اشارات انالوج سيجنال لازم احولها، ويا ديجيتال كوميونيكيشن لازم احول الى ديجيتال سيجنال، وهاي ديجيتال سيجنال على مود سهوله نسوي بيها البروسيسنج بالبروسيسور مثلا، ببعض مثلا الاي سيات مثلا اف بي جي اي الى اخره. فاحنا قلنا اول شيء ناخذ نفهم هذا الموضوع هو السامليك ثيورم. السامليك ثيورم اللي هو نظريه السامليك، يعني شلون احنا هسه الاشاره نقول مثلا هي اشاره على سبيل المثال هي اشاره انالوج مثل ما نلاحظ بهذا الشكل، اشاره انالوج. هاي الاشاره انالوج هاي لازم احولها الى اشاره ديجيتال، احولها الى اشاره ديجيتال. على مود نفهم شلون نحولها اشاره ديجيتال لازم نفهم النظريه وراء تحويل هذه الاشاره الى ديجيتال، هي نظريه السامك ثيورم.
السابق ثيورم يقول لك اذا عندنا اشاره طبعا باند ليميت مالتها الى بي، يعني تردد هي البيز مال مالت الفريكونسي هي اف ماكسيموم هي البي، فطبعا نقدر احنا بهاي الحاله نقطعها الى سامبلات، الى نقدر نقطعها الى سامبلات، وهاي السامبلات متساويه المسافه مالتها، يعني بين سامبل وسامبل يجب ان تكون المسافه هي تكون متساويه. زين مثل ما نلاحظ هنا هي تي اس، فالزمن بين سامبل وسامبل هو الزمن هو تي اس. طبعا الريت مالتها سامبل ريت اللي يجب ان يكون اتليست هو 2 بي سامبل بير سكند. اذا انا على مود اقدر احقق انه الاشاره احولها من ديجيتال من عفوا من انالوج الى ديجيتال عن طريق السامبلنج ثيورم، فلازم اني شو اسوي؟ احقق الشرط انه المقطع مالتي مال الاشاره السامبلر يجب ان يكون التردد مالته يعني يكون مينيمم هو مينيمم هو 2 بي من اشاره البيز باند فريكونسي. لان انا عندي مثلا البيز باند فريكونسي مثلا اف ماكسيمم مالته لو فرضناها هي بي، فانا على مود السامبلر اشغله يعني بالاشاره الانالوج وبدون ما يسبب لي مشاكل اوفر لابينج، فيجب ان يكون المينيمم مال التردد هو 2 بي. مثل ما لاحظنا هنا الاف اس اف سب اس يجب ان يكون اكبر او يساوي من 2 بي، او شو نقول الاف سب اس هو اكبر او يساوي من 2 اف ماكسيمم. اف ماكسيمم هو التردد مال الماكسيمم مال البيز باند مال البيز باند مال الشغل. المينيمم مثل ما يعني دكتور عفوا قاطعك، هذه على اليمين هي شكل الإشارة بعد التحويل؟ لا هاي يعني قصدك هاي الإشارة الـ F of F الـ G of F قصدك الإشارة التحويل؟ اي نعم بعد التحويل. لا 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 هاي لا لا هاي هنا أنا سألني إشارة هنا أنا هي analog signal ولكن بالتايم دومين. مثل ما تعلمنا إنه هاي إشارة التايم دومين إذا حولناها لفريكونسي دومين فيكون هذا شكلها. لو فرضنا إنه هذا شكل، لو فرضنا إنه تمام هاي الإشارة بالفريكونسي دومين هذا شكلها، أوكي؟ شكلها مثل ما عرفناها قدام ارسمك مع السبوره هي يعني تقريبا مثل هذا الشكل، فبيها تردد طبعا تردد هو الماكسيمم الاف ماكسيمم او البيز باند فريكونسي مالتها البي هو يعطينا الاف ماكسيمم. صار صوره واضحه؟ اذا تمام هذا على فريكونسي دومين هنا. زين هسه نيجي احنا هسه بعد ما ندخله الى السامبلر المقطع هاي الاشاره هسه تتبع عن هذا الجزء تتبع عن هذا الجزء عن هذا الجزء التايم دومين. هسه هنا الجزء التايم دومين هسه هنا هنلاحظ هنا التايم دومين هاي الاشاره حنقطعها تقطع الاشاره من هنلاحظ انها تقطعها مثل ما تلاحظون بالاحمر اشاره تقطعت الى عينات سامبلز تلاحظون هاي السامبلز هنا وهاي السامبلز المسافه بين سامبل سامبلز هي تي سب اس اللي هو تردد السامبلر يعني هذا المقطع اللي هو الزمن مع تردد هذا شنو السامبلر اللي هو شو يساوينا 1 على اف سب اس. طبعا هاي الاشاره من تتقطع حتكون عندي بالفريكونسي دومين هذا شكلها طلاب، يعني هاي الاشاره بعد التقطيع هنلاحظ هنا هذا شكلها، وهذا طبعا احنا متوقع يعني از اكسبكتد انه حنحصل على مثل هيجي شكل للاشاره بالفريكونسي دومين. لماذا؟ لان انا عندي هنا صارت عندي بولسز يعني امبولسز، هاي امبولسز هنا كانه صار عندي شنو؟ صار عندي شيفتنج بالبيز باند مالتي عندي هنا يعني بعده يعني ترددات، يعني عندي تردد الاف اس وعندي تردد 2 اف اس وعندي تردد 3 اف اس و4 اف اس عن سون اون الى ما لا نهايه. لان انا عندي مثل ما لاحظ فلذلك القانون حيكون عندي شنو هو هنا القانون؟ القانون حيكون هو جي سب اس اوف تي القانون يعني الاوتبوت يعني هذا الاوتبوت مال هذا مال هذه الاشاره الانالوج بعد التقطيع فالقانون مالتها هو جي اوف تي الاشاره نفسها مضروبه شنو؟ في الدلتا في الدلتا اوف تي. هاي الدلتا اوف تي شنو هي؟ هاي هي شنو؟ الامبولسز لان يعني من قطعتها صار شنو؟ عباره عن امبولس يعني كل امبليتود مال الاشاره مضروب صار بالامبولسز بالامبولس مالتها. فحيكون عندي الامبولس الفرق الوحيد بين سامبل سامبل هو شنو؟ هو الشفتنج والشفتك عندي هنا أنا حيكون عندي هو حيكون مثل ما تلاحظون هنا بالفريكونسي دي دومين الشفتنج معناته بالتام دومين هو اكسبونشال مثل ما تلاحظون هنا حيكون عندي هنا جي اوف تي سميشن ان ايكوال من سالب انفينيتي انفينيتي دلتا اوف تي ماينس ان
تي سب اس. اوكي سي 7 هذا واحد على تي اس سميشن جي اوف تي هو عباره عن اكسبونشال جي ان اوميجا اس تي، لان انا عندي اكسبونشال هنا هو عباره عن شيفتنج حسب لي بالاشاره بمقدار الان اوميجا اس. زين لحد هنا احد عنده يعني ملا يعني سؤال؟ الامور واضحه ان شاء الله طلاب؟ واضح ان شاء الله. فانا عندي هنا عايد على الصليب بريفلي، عندي هنا انالوج، عندي سيجنال، وعندي بالتايم دومين طبعا، وعندي مثل ما عرفناها بالشابترات السابقه من حول الى فريكونسي دومين تقريبا هذا شكلها. هو بها يعني بيز بان فريكونسي اللي هو اف ماكسيموم. انا من اريد هاي الاشاره التايم دومين اقطعها باستخدام السملر، فهذا السملر ايش حيسوينا؟ حيعطينا اوتبوت بالفريكونسي دومين مثل هذا الشكل، وهذا متوقع لان انا عندي هنا أنا الاشاره من تقطعت على عن طريق الامبولسز سيجنال، من تقطعت سوت لي شيفتنج بالبيز مان مال الاشاره بمقدار يعني ان اوميجا اس مثل ما حنلاحظ هنا أنا. فالقانون مالته هو جي اس اوف تي بالتايم دومين سيستم هو جي اوف تي سميشن دلتا اوف تي ناقصا ان تي اس. يعني حيث عندي شنو هنا كل يعني يعني كل بولس مشفت عن البولس الاخر بمقدار ان تي اس وهكذا. بالفريكونسي دومين عندي هنا مثل ما نلاحظ هذا الشكل، فهو عباره عن 1 اوفر تي اس سميشن من ان سالب ان سالب انفينيتي انفينيتي g of omega minus n omega s. اوكي مثل ما نلاحظ هنا بهذا الشكل. طبعا طبعا السامبلنج ثيورم، السامبلنج ثيورم طبعا هي نظريه بها لازم احنا نحذر من نجيب السامبلر، لان هذا السامبلر مو اني مثلا يعني ما اهتم بهاي القوانين الموجودة قدامكم انه الـ Fs هو اكبر او يساوي من 2b. ليش؟ لان يعني لو فرضنا انه مثلا الـ Fs هو ما كان يساوي هو 2b، كان اصغر، فاكيد حيسبب لنا مشاكل. المشاكل حنلاحظها هو هنا بهذا الـ page هو تاثير الـ sampling on the signal spectrum. هنشوف شنو شلون يتاثر. يعني انا هذا السامبلر اذا انا زيدت او قللت بالتردد مالته شي يسبب بالاشاره؟ ايش حيسبب بالاشاره؟ انا عندي لو فرضنا عندي سبيتش سيجنال اللي هي اشاره الانالوج سيجنال الماكسيموم مالته هو 2 كيلو هرتز، يعني هاي اشاره صوت الماكسيموم مالته لو فرضنا هذا شكلها، لنفرض احنا هذا شكلها بالفريكونسي دومين، الماكسيموم مالته مثل ما نلاحظ هنا شنو هو؟ 3 كيلو هرتز، 3 كيلو هرتز. فحنلاحظ هنا انه اذا انا استخدمت ساملر وهذا الساملر هو 8 كيلو هرتز، هاي معناته شنو 8 كيلو هرتز؟ معناته انه التردد مالتي التردد هو اكبر من 2 بي اللي هو كان ايش قد هنا بي عندي ماكسيموم طلاب؟ عندي 3 صح؟ ف 3 في 2 مو؟ نقول مثلا 3 في 2 هنا ايش يساوينا؟ يساوينا 6 6 كيلو هرتز. فانا عندي السملر هو تحقق الشرط انه هذا 8 كيلو هرتز هو اكبر من 2 في الاف ماكسيمم مال البيز مان اللي هي 3 كيلو هرتز حيث 6 حيث 8 هو اكبر 8 كيلو هو اكبر من 6 كيلو هرتز. وبالتالي هنلاحظ انه هذا الشرط تحقق بالسامبلنج ثيورم. هنلاحظ انه الاشاره هنا ما سببت لي يعني اوفرلابينج بتوين اشارات متقاربه. فهنلاحظ هنا اول اشاره هي البيز مان هنا عنده 3 ماكسيموم مالته 3 كيلو مثل ما لاحظ بهذا الشكل، اللي هو الان شي يساوينا 0، الان يساوينا 0، ولكن عند الان يساوينا 1 اللي هو شي يساوينا هو 8 كيلو هرتز. فحنلاحظ هنا 8 يعني هذا ماكسيموم هنا 3 هنا 8 زين وراها شي يساوينا 8 في يعني 8 في 2 حيساوينا 16 اوكي، بعدين 8 في 3 8 في 4 8 في 5 وهكذا. حنلاحظ هذا شكل الإشارة هي 8000 عينة بالثانية، هاي معناها 8000 عينة صار عندي بالثانية مثل ما تلاحظون هذا الشكل. ولكن إذا ساوت يعني
اذا الساو عندي هذا انه السامبلر يساوي 2 اف ماكسيموم اللي هو ايش قد يساوي يا طلاب؟ 6 كيلو صح؟ 6 كيلو هرتز انا عندي هنا أنا نعم كيلو تفضل. هرتز في 2 6 معناته انه السامبلر مالتي 6 كيلو هرتز الساوي ويا التردد مال ضعف التردد مال شنو؟ البيس مال السبيس سيجنال اللي هو ايش قد 3 في 2 6 راح نلاحظ هنا أنا صار شنو هنا أنا صار بحاله احنا نسميها النايك ويست ريت. النايك ويست ريت هو اسم شخص واحد عالم يعني هو اعطانا هاي الفكره انه الريت مالته من اقول مثلا لو فرضنا اشتغل خب اجيب سؤال اقول لك اشتغل بالنايك ويست ريت فانت اوتوماتيكيا تشتغل بالنايك ويست ريت شو تقول؟ انه الاف ساملر ايش يساوينه؟ هو 2 بي يعني ما حاجه انه مثلا تفرض انه اكبر من 2 بي لا لان انا قلت لك انه اريد بالنايك ويست ريت النايك ويست ريت شو يساوينه؟ الاف ساملر شو يساوينه؟ يساوي 2 بي يعني اف ماكسيمم شو يساوي 2 اف يعني 2 اف ماكسيمم يعني يمكن مش راح هسه هو المفروض انا عبارتها يساوي مينيمم ساملك ريت اور نايك ويست ساملك ريت النايك ويست زين راح نلاحظ بهيك حاله ايش حيصير عندي هنا أنا. يعني متوقع يعني انه يعني انه الشارة اول وحده اللي هي ان يساوي زيرو هي عندي ثلاثه هنا أنا. اوكي ولكن الاثنين الان واحد يعني ان واحد يعني سته عندي هنا أنا. عندي سته هذا صار بالضبط الاشاره صار بيها تماس يعني اشاره يعني تطابقت يعني الاشاره الثانيه تطابقت مع الإشارة الأولى غير مشفتة راح نلاحظ هنا أنه عندي ستة وهاي متوقع لأن أنا عندي هنا العرض هاي هنا مال البان ثلاثة والعرض الثاني ثلاثة فثلاثة وثلاثة فستة من حيصير وراها حيصير الان يساوي اثنين وحيصير ستة في اثنين حيصير 12 ف12 وهاي متوقع لأن أنا عندي هنا يعود الزد 12 ناقص ثلاثة تسعة بعدين 9 ناقص 3 6 مثل تلاحظون طلاب 6 ناقص 3 كلها ناقص 3 لان الباند مالتي الويث مالتي مال هاي السيجنال هو 3 مثل ما تلاحظ هو الويث مالته 3 راح نلاحظ 0 3 6 9 12 15 وهكذا هنلاحظ ورا تاخذ 2 يساوي 3 فتقول 6 في 3 6 في 4 6 في وهكذا ترسمها يعني يعني بكل بساطه ولكن اذا صارت عندي حالها الحاله الاولى قلنا اذا كانت اوفر يعني احنا قلنا اذا كانت مثلا التردد السامبلر هو اكبر من تردد 2 بي مال الاشاره وقلنا بحاله النايك ويست ريت اذا تساوت الاف سامبلر ويا 2 بي والحاله الاخيره الحاله الاخيره الحاله هي دائما كريتيكال هاي طبعا حاله يعني حرجه وحالة غير مرغوبة لأن يعني هذا يسبب لي إيرور ويسبب لي مشاكل بالإشارة يسبب مشاكل بالإشارة اي كريتيكال اي احسنت 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 كريتيكال هي هاي الناكوس ريت باعتبار انه لا هو صار بي اوفر لابينج ولا الحالة النورمال الطبيعية بالضبط أحسنت إنه هاي هي كريتيكال ولكن هاي هي حالة غير مرغوبة يسبب لي مشاكل إذا كان عندي شنو اللي هي أصغر الأصغر إذا كان عندي هنا الإف إس هو أصغر من 2 بي فإذا صار أصغر من 2 بي يعني معناته هو 6 أوريدي وأنا مثلا من أقول مثلا 5 كيلو إذا أنا فرضت إن الإف إس هو 5 كيلو هرتز هاي شي يسبب لي هاي يسبب لي انترفيرنس مقدار 1 هرتز يعني شوف هنا أنا الفرق صار ايش قد 1 كيلو هرتز بين وحده وحده يعني هاي وين تنتهي لثلاثه ولكن الثاني وين يبدي الاف اس عند الخمسه انت خمسه ناقص من عند ثلاثه توصل لاثنين كيلو هرتز فسبب لي بين الاثنين والثلاثه يعني 2 كيلو هرتز والثلاثه كيلو هرتز اوفرلابينج اوفرلابينج للاشاره وهذا طبعا شنو هذا يسبب لنا هذا ايرور بين يعني بالإشارة هاي سبب طبعا مشاكل بالإشارة وذاك دائما يتجنب هذا يعني الصملة نتجنب هيك حالة من حالات الصملة زين ناخذ مثال ونشوف هذا المثال مثال هذا شيء يقول هنا يقول هنا ديترماين عفوا ديترمن
the Nyquist rate of the sampling for the CMR. إذا يقول هنا أنا يريد نوجد Nyquist rate لل of the sampling للإشارة هاي الموجودة قدامكم. إحنا شو نسوي أول شغلة؟ إحنا هاي حنلاحظ هنا شنو إشارة طلاب هنا؟ هاي عبارة عن multiple tones أو many tones. إشارة هي sinusoidal signal مثل ما تلاحظون، ولكن هاي sinusoidal signal بيها ثلاث نغمات، هاي أول تون وهاي ثاني تون وهاي ثالث تون. فحنلاحظ أن ثلاث تونات موجودة three tones. فإحنا شو نسوي بهاي الحالة؟ إحنا نمشي على ماكسيموم تردد، أعظم تردد إنها موجود بالإشارة. ما آخذ على مينيمم، لأن إذا آخذ على مينيمم هنا التردد وأضربه في اثنين طلع ناكوس رايت، معناته انه هذا التضارب ما حيسالني اوفرلابينج، حيكون بالترددات الاعلى من التردد الاول مال التون. فتسوي هنا يا الاكبر هي 100 باي يو 150 باي او 300 باي. حنلاحظ هنا 300 باي هي اكبر تردد موجود عندي بهاي الاشاره جي اوف تي. فاقول 300 باي هنا اقول 300 باي تقسيم 2 باي على ما طلع الاف ماكسيمم، فيعطيني 150 هرتز. 150 هرتز، اذا هذا بالنسبه هاي المالتيبل توينز لهاي السيجنال الاعظم تردد توصل به الاشاره هاي هي 150 هرتز. ف 150 هرتز اضربها في 2 حيعطيني 300 هرتز اللي هو الناكويست ريت. اذا الناكويست ريت مال هاي الاشاره هي 300 هرتز. صار الصوره واضحه طلاب هنا؟ واضحه يعني ما عندكم ان شاء الله يعني كلها امور واضحه تمام؟ واضحه ان شاء الله زين. هسه طبعا هذا تو هوم ورك تحلوا هذا من هذا السهل يعني. نجي هسه على نجي على البيهيفير البيهيفير مال الساملر. البيهيفير مال الساملر بيهيفير اكزاكتلي از ا ملتبلاير. اذا اني الساملر هذا عندي المقطع مال إشارة يقول لك بالضبط سلوكه مثل سلوك المالتبلاير. اوكي سلوكه مثل سلوك المالتبلاير. it multiplies f of t هذا f of t يضرب by a gating function شنو ال x of t. هنلاحظ هنا أنا which is a train of impulses with a frequency f sub c. هنلاحظ هنا أنا إنه السامبلر هو شو يساوينا f s of t الإشارة مالته وعبارة عن f of t الإشارة مضروبة في ال x of t. أوكي مال اللي هو ال gating function ال gating function زين. وهذا يعني هذا بالضبط مثل شلون كأنه السامبلر طبعا هو يعني take it easy إنه هو تقدر تتمثله you can represent like يعني ترانزستور switching يعني ترانزستور. ترانزستور ممكن مثلا عن طريق البيز مالته يسوي switch on تجي الاشاره هاي هنا يعني تجي الاشاره فتفتح البوابه مال ترانزستور مره الاشاره. واذا ماكو اشاره بالبيز مثلا فرضنا البيز مال ترانزستور راح يسبب لي هنا ماكو output يعني هنا بين هذا البولس وهاي البولس وهكذا. فتقدر انت بهاي الحاله تقدر تستخدم ترانزستور as switching يعني الإشارة ويقدر يعمل as summler زين أو relay يعني أما ترانزستور أو تستخدم الريلي مثل ما تلاحظ بهذا الشكل relay. فحيكون عندي reconstruction of t from the fs of t is done using low pass filter with cut off f maximum. هنا أنا يقول لك هنا أنا يعني summler مثل ما تلاحظ عندي هنا أنا x of t مقطع مال الاشاره تجي الاشاره تتقطع اعتقد افرضها هنا الام ار لي او تفرضها هنا ترانزستور تجي الاشاره هنا تتقطع فيطلع الاوتبوت هو اف اس اوف تي. الاشاره طبعا هاي الاف اس الاس هو شنو معناته؟ معناته هاي السامبلينج يعني هاي او يعني هاي اشاره هي او سامبل يعني هاي اشاره مقطعه. الاوتبوت مالتها طبعا اكيد اوتوماتيكيا مثل ما تعلمناه سابقا انه هاي الاشاره اذا كانت مقطعه هالشكل اوتوماتيكيا على مود ارجعها استخدم لو باس فلتر. اوكي من ناحيه تشارجنج ديسشارجنج تشارجنج ديسشارجنج تشارجنج ديسشارجنج الاشاره
وبالتالي اقدر اطلع الاوتبوت لكم هنا. هذا يعني انه اني السامبلر مالتي كلما يكون تردده عالي جدا، تردده كل ما يعطيني ريزوليوشن كلش عالي الاشعه، يعني اني اذا كان السامبلر مالتي تردده جدا عالي وبالتالي التي ساب اس زمنها كلش قصير، هذا يعطيني يمثلني الاشاره الحقيقيه. ولذلك دائما عندي هنا مثلا من تشتري يعني لو فرض يعني اجيب لكم عليه اوسيلوسكوبات امثل اياكم بعد اكثر. الاوسيلوسكوب هو عباره عن قارئ اشارات، تمام؟ هذا القارئ اشارات الاجهزه مالته كلها هي يعني بيز اون ذا ديجيتال سيركت، كلها ديجيتال سيركت فيها مايكرو بروسيسور الى اخره. زين هاي الاشاره انالوج دخلتها بالاوسيلوسكوب. زين اني اول مرحله لازم احط كارت ساملر، هذا كارت الساملر مال الاوسيلوسكوب يحول الاشارات الانالوج الى ديجيتال، اوكي؟ احول الانالوج الى ديجيتال، وبالتالي من احول الانالوج الى ديجيتال اقدر اسوي بيها بروسيسنج داخل الاوسيلوسكوب ويعطيني الاوتبوت على الشاشه السكرين مال الاوسيلوسكوب. هذا شيء يعطينا يعني امبريشن على الاوسيلوسكوب، يعطينا او انديكيشن على الاوسيلوسكوب، يعطينا الاوسيلوسكوب كلما زاد السملر مالته كلما الكوست مالته الاوسيلوسكوب حيكون جدا غالي. هتلاحظ مثلا الاوسيلوسكوب تردده مثلا 100 ميجا هرتز مثلا، وتردد واوسيلوسكوب اخر تردده مثلا يعني 100 ميجا هرتز، الاول حتلاقيه مثلا اغلى من الثاني، مع العلم هو نفس الباند يعني نفس التردد اللي يقرا الماكسيموم مالته اللي هو 100 ميجا هرتز، ولكن الفرق بين انه السملر الاول هنلاحظه مالته تردد جدا عالي يقطع، يعني السملر مالته مقطع كلش عالي وبالتالي يمثل لك الاشاره او الكيورسي مال الاشاره حيكون جدا عالي، ويمثل يعني مثل الاشاره مثل سلوك الاشاره الطبيعيه الاوريجن. هنلاحظ هنا نرجع هسه هنا انا عندي هنا مثل ما قلت لكم على مود ارجع الاشاره، ارجع الاشاره بس استخدم لو باس فلتر بالشحن والتفريغ فترجع الاشاره عندي الى وضعها الطبيعي الى فوقتي. زين لو فرض ما انا عندي هنا يقول لك اذا انا عندي مثلا مو يعني لو فرض ما انا عندي هنا if f of t is a baseband signal over frequency، لو فرضنا ان هنا f of t is based on signal over a frequency range، يعني انا فرضنا هذا بيز مات مالتي، ولكن هاي بيز مات اني ما باديه من الصفر، باديه من تردد اللو وتنتهي الى التردد يعني الابر. فحنلاحظ هنا شلون اتعامل بالساملر، الساملر مالتي او التردد مالته شو حيكون؟ حيكون كالاتي انه if the f of t is based on signal over frequency range f low الى الاف ابر او الاف هاي such that انه البي مال هاي حيكون فريكونسي الابر ناقص الاف اللور، هو الباندويث مال هاي الاشاره مثل ما تعلمناها الابر ناقص اللور، تقدر تمثله مثل هاي يعني هاي هسه حتى هاي هسه نفس السالفه، بس هنا الاشاره عندي هنا هاي هنا هذا اللور مال تشغيل لسان الطلاب صفر صح، بينما الابر هو بي، فالبي ناقص الصفر يعطينا بي، اوكي؟ فيعطينا باندويث هو بي. هنا انا همين هنا انا ما بادي من الصفر، بادي من قيمه معينه من التردد، لو فرضنا مثلا هذا سبيتش بس ما ابدي من الصفر، ابدي مثلا من 50 هرتز الى 3 كيلو هرتز، واقول 3 كيلو هرتز ناقصا 50 هرتز حيعطينا الباندويث مال الاشاره. Then some length theorem of such signal states that f of t can be completely recovered from f s of t if إذا تحقق إذا إنه f s يساوي 2 f upper على k. عشان هسه هنا يقول لك على السملر يسترجع هاي الإشارة مثل هيج نوع من الإشارات يجب أن يكون التردد السملر هو عبارة عن 2 في التردد في ال f upper على ال k. على الكي احنا كان عندي بالحاله الاولى موجود الكي تمام، ولكن هسه الحاله الثانيه تقسيم الكي، والكي از لارجست انتجر نوت اكسيدنج اف ابر على البي اف ابر على البي. زين هاي شلون نستخرج الكي هنا؟ نستخرج الكي كالاتي مثل ما نلاحظ بهذا المثال، انا عندي تردد هنا مال اشاره يبدا من ال 15
كيلو هيرتز وينتهي، طبعا هذا اللور، وينتهي للأبر فريكونسي اللي هو 25 كيلو هيرتز بالفريكونسي دومين. فحنلاحظ for the signal shown besides انه ال FSE يساوي 2 في 25 مثل ما تلاحظون، 2 الأبر هو 25 في 25 تقسيم كي، كي ما أعرفه. الكي شو استخرجه من خلال هذا القانون الموجود هنا. Not exceeding هذا القانون اللي هو F أبر تقسيم B. ال F أبر جيد 25 تقسيم B جيد شنو هو ال bandwidth. ال bandwidth مالت الكي يساوي 25 ناقص 15 يساوي 25 ناقص 15 طلاب 10 صح؟ 25 ناقص 15 10. فحلاحظ 25 تقسيم 10 طلع لي 2.5، ولكن بما انه هو largest integer not exceeding يجب ان يتجاوز هذا، على مود نبقى on the safe side، على مود نبقى on the safe side يجب ان ناخذ هو نقربه الى الاقل اللي هو شكل 2. يعني لان انا اما اخذه مثلا 3 او اخذه 2 انا مود ما يتجاوز هذا، فلازم اخذ الاقل واللي هو 2. 25 تقسيم 10 هو 2.5، وبالتالي 2.5 مقربة إلى الاثنين. فحيصل أني شنو 25 في 2 تقسيم 2 اللي هو يعطينا الاف سامبلر، هو الطرد مالته هو 25 كيلو هيرز. 25 كيلو هيرز هو مثل هيجي نوع من الإشارات. طبعا أنا قلت هنا أنه الريكفري مثل هيجي إشارة of such this signal هيكون by using low pass filter، ولكن إذا كان عندي الإشارة هي مثل هيش نوع من الإشارات، مو يعني تبدأ من الصفر، يعني مو بيس باند إشارة تبدأ منها، وإنما تبدأ مثلا من تردد معين، فهذا على مود أستغرق على مود أسترجع هاي الإشارة يجب أستخدم الباند باس فلتر. الباند باس فلتر على مود أسترجع مثل هيش نوع من الإشارات. طلب أحد عنده سؤال لحتى اللحظة؟ سلامتك دكتور. واضحة؟ واضحة؟ واضح إن شاء الله. دكتور. نعم دكتور. زين. هسه نجي على ال هسه نجي على أنواع المودريشن يعني بالبولسز. فعندنا هنا البولس مودريشن تكنيكس. عندنا يقول لك إن أنا if an analog signal is sampled the sampled values may be used to modify certain parameter of a periodic train pulses amplitude width or position. Accordingly we have pulse amplitude modulation, pulse width modulation and pulse position modulation. إذا أنا عندي هنا التقنيات المتوفرة للبولسز، أنا متسوي السامبلر للإشارات الأنالوج، فعندي ثلاث حالات أو ثلاث أنواع. النوع الأول حيكون بالأمبليتيود، شو أخذنا هناك المودريشن بالفريكونسي طلاب تذكرون بالأنالوج مودريشن اللي هي اف ام والبي ام والاي ام. كذلك عندي هنا المودريشن للبولسز، حيكون عندي لأما بولس أمبليتيود مودريشن البي اي ام أو pulse width modulation. حيكون اول واحد هو بالامبليتيود، والثاني واحد حيكون بالعرض مال البولس، واخر واحد حيكون بالموقع مال البولس، الموقع مال البولس. حنلاحظ اول نوع، خلينا ناخذ اول نوع اللي هو امبليتيود pulse amplitude modulation. لو كان عندي هاي الاشاره اف اوف تي مثل ما تلاحظون لكم هذا الشكل، فهاي عندي هنا أنا من الداخل على السامبلر، وهذا السامبلر يعني هو بيس اون ذا pulse amplitude modulation. راح نلاحظ الاوتبوت مالته حيكون كالاتي مثل هذا اللحظ. طلاب بالمناسبه احنا عندي هنا أنا حقيقه يعني هذا تشوفون هالشيء impulses للاشاره مثل ما تلاحظون هنا أنا اللي هي هاي impulse signal impulse signal impulse signal. هاي حقيقه هاي theoretical، يعني هاي theoretically تقدر ترسم هالشيء، بس practically يعني ما تقدر تحصل عليه شيء يعني modulation. يعني احنا حقيقه حيكون اكيد الامبولس بها عرف، أكيد الإشارة يعني ترانزستور ما يسوي سويتش أون، أوكي؟ هذا السويتش أون عنده في زمن معين، هذا الزمن معين هذا أون، يعني من هاي الحافة لها الحافة مال البولس، أكو سويتش أون. فحيكون عندي عرض بالترانزستور، مستحيل يكون ترانزستور مهما كان سرعة الترانزستور بالسويتش، مهما كان مثلا ريلي سرعته بالسويتشنج، يجب أن يكون هناك زمن، هذا الزمن حيكون يعطيني العرض
مال البولس. ولذلك احنا نقول مثلا امبلس سيجنال. امبلس سيجنال المفروض نظريا العرض ما بيعرض، صح؟ العرض مالته زيرو نظريا، العرض مالته ما بيعرض، ولكن ثيوريتيكالي يعني العفو براكتيكالي هيكون عندي لا ماكو شيء، وانما عندي الامبلس سيجنال فيها عرض، وهذا العرض يعني مثل ما تلاحظون هنا، طبعا هذا العرض كلما قل، يعني كل هذا العرض مال البولس هذا قل، كلما تقترب الى امبلس سيجنال او ثيوريتيكال امبلس سيجنال اللي هي هاي مثل ما درسناها سابقا، وهذا يعطينا طبعا يقلل نسبه الايرور، يزيد الريزولوشن مثلا مال ريكفرنج الاشاره الى اخره. فهنلاحظ هنا انه الاوتبوت مالته حيكون مثل ما تلاحظون هنا هو بالس امبليتي موديليشن، انه كل امبولس هنا ثيوريتيكال امبولس سيجنال هي عباره عن عرض وتنتهي. الثانية امبولس هي 2 تي اس هي مثل ما تلاحظون هنا، والثالث 3 تي اس، والرابعة 4 تي اس الى حسن. فهذا شكل مال العرض مال الاشاره. الويث هنا شحال لاحظ هنا؟ طبعا هنا اخذناها هاي اول واحده اف اس اوف تي كمثال، يعني انه هذا السامبلر مال تي المفروض من يقطع الاشاره حيكون هالشكل، ولكن نوعية المودريشن شو حيكون؟ إذا كان amplitude modulation فحنلاحظ هنا مثل ما تلاحظون هنا الـ amplitude حيكون هنا عندي، خلينا نفرض هاي هنا الـ fs of t هاي theoretical هاي نظريا، ولكن عمليا حنلاحظ ثلاث أنواع عمليا مال المودريشن. أول نوع قلنا amplitude مثل ما تلاحظون الـ amplitude هو مماثل إلى theoretical sampler اللي هو هذا، ولكن الفرق بيناته السامبلر هذا وهذا البولس امبليت مودريشن هو فقط اكو عرض، لان هاي عندي براكتيكال هاي هنا مودريشن. ف ولكن حنلاحظ هنا مثل ما تلاحظون المودريشن وين حيكون في الامبليتيود. الويث مودريشن انه كل وحده امبولس هنا ثيوريتيكال امبولس هنا موجوده تكون بهذا الشكل، فحنلاحظ هنا مثلا انها هاي بالامبولس الاولى مثلا فرضنا هذا عرضها، من يزداد الامبليتيود العرض الويث مال البولس هيزداد، من يوصل هنا ماكسيمم هذا هنا 3 تي اس حيعطينا اعظم عرض هنا بالبولس الثالثه الموجوده عندكم بهذا الشكل. طبعا من يقل اكيد هم حيقل، يقل 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 لحد ما يوصل النقطه هاي ويقل وهكذا. طبعا بالماينس هنا من يقل هنا يعطينا اقل ترد اقل عرض، يعني عند هذا المينيمم يعني هنا الماكسيمم مال الابريج مال الاشاره، ولكن بالنيجاتيف هذا حيعطينا مينيمم ويث عندي بالبولس ويث مودريشن. بالنسبه للبوزيشن بولس مودريشن النوع الاخير بالموقع حيكون عندي، فكلما ازداد هنا الاشاره امبريج مالتها كلما ابتعد الامبولس ابتعدت 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 لحد ما يوصل هنا الاشاره تكون بعيده كلش مين ينزل وهكذا. فحنلاحظ هنا زيادة امبليتيود هنا مال السيجنال اوريجين سيجنال يؤدي الى شفتنج بالموقع مال البولس سيجنال. زين احنا عندنا سؤال طلاب هنا؟ ما شفيده دكتور زين زين حنجي هسه الداره شلون نمثلها بكل نوع من انواع المودريشن. البوست امبليتيد مودوليشن مثل ما تلاحظون هنا البوست امبليتيد مودوليشن بالامبليتيود هو عباره عن سامبلر هنا ترانزستور فرضه هنا، وعندي هنا كيو اوف اوميجا هاي الداره هنا، حيكون عندي هنا الاوتبوت هنا هذا يعطينا الكيو اوف اوميجا اللي هو يعطينا الشكل الامبليتيود مال الاشاره. اوكي شكل الامبليتيود والعرض هم هنا عندي سامبلر هنا، نفرض انه مثلا العرض مال الامبلس سيجنال هو زيرو، ولكن هنا حيعطينا اوتبوت هنا هو شكل اشاره مثل هذا النوع مثل هذا النوع البوست امبليتيود مودوليشن. زين الجنريشن مالته لو فرضنا اف اوف تي مثل ما تلاحظون هنا اف اوف تي هاي الاشاره لعلى التعيين بالتايم دومين، الفريكونسي دومين هو بها الاوميجا ام هو الماكسيموم هنا الماكسيموم. السامبلر هنا حيقطع هنا السامبلر اللي هو هذا السامبلر، يعني ثيوريتيكال هنا خلينا نفرضه يقطع الاشاره مثل ما تلاحظون هنا الاوتبوت مالت السامبلر هذا مثل هذا شكله، وهذا قلنا شنو هذا؟ قلنا هذا شكله هنا بنفرض انه هو الناكوس ريت. تمام
لان ما دام اشاره متجاوره ويا اشاره اخرى متجاوره ويا اشاره اخرى فهذا عباره نتذكر احنا نكوست رايت انه هذا يعني الصن او 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 يعني النوع النكوست رايت يعني عندي ثلاث انواع هنا يعني قلنا بالبدايه او قلنا او اللي هو هذا هذا نكوست رايت انه اشاره تكون متجاوره الى الاخرى زين طبعا هنا انا الكيو اوف اوميجا يعطينا الحقيقي يعني 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 براكتيكال سيجنال انه انا امبوس مثل ما قلت لكم ما عندي يعني امبوس مثلا الويث مالتها هو انفينيتي ولكن بيها ديوريشن بيها ديوريشن وهذا الديوريشن هو التاو هذا الديوريشن هو التاو فحنلاحظ هنا أنا هاي الاشاره مثل ما تلاحظون هنا أنا الاشاره هي 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 ريكتانجولار يعني بولس يعني هاي rectangular waveform rectangular waveform بالفريكونسي دومين مثل ما تلاحظون هي دالة الساعة هنا مثل ما تلاحظون هاي الدالة وبالتالي إذا أنا ضربت هذا في هذا حيعطينا هنا الأوتبوت هاي طبعا convolution هنا ضربنا هيكون عندي ضرب بالفريكونسي دومين convolution يكون بتام دومين فحنلاحظ هنا الأوتبوت يعني الأوتبوت هذا بالفريكونسي دومين حيكون هذا شكله هذا شكله زين البولس امبليتي مودوليشن طبعا هنا is the same as the output of the sampled of the sampled rate of sampled signal هاي جراميكال بيها مشكلة البولس امبليتي مودوليشن is the same as the output of the sampled signal sampled يضيفونها sampled signal أتريد إنه الـ FS يساوي أكبر أو يساوي من 2 F maximum for baseband signal for baseband signal مثل ما لاحظنا فهيكون عندي هنا الـ QPAM الـ output هنا أنا بعد الـ Q of omega الـ output بعد ما دخلنا هذا الجزء زين حيكون عندي هنا أنا C يساوي هنا أنا هو summation N سالب infinity to infinity الـ F of NTS اللي هو هذا هنا أنا عندي هنا أنا هذا من الترددات يساوي في Q T ناقصا NTS هذا الـ Q أوكي تمام فحنلاحظ هنا أنا حيكون عندي هاي المعادلة مال Pulse Amplitude Modulation زين استخداماته وين؟ الـ Pulse Amplitude Modulation is usually used عادة يستخدم بالـ as TDM TDM PAM TDM هو Time Division Multiplexing أعتقد هذا أخذناه همين في أحد شابترات السابقة أخذناها وأخذنا Frequency Multiplexing أعتقد Frequency Multiplexing ما أخذنا الـ نعم دكتور أخذنا Frequency Division Multiplexer أي ما أخذنا Time هذا Time هنا إذن PAM عادة وين يستخدم مع Time Division Multiplexing to transmit more than one message at the same channel. واحنا مثل ما تعلمنا انه multiplexing يعني division multiplexing اذا كان frequency اذا كان time او حتى اذا كان code division multiplexing اللي هو بعدين تاخذوها ان شاء الله يعني بالمستقبل هذا يعطينا في feature ان we can send more than one message at the same channel. يعني اقدر ادز أكثر من رسالة، أوكي؟ عند نفس القناة وعند نفس القناة. طبعًا كل واحد بفيتشر عن الآخر، يعني مثلًا تايم يفرق عن little bit من الفريكونسي وكذلك يفرق عن little bit من الكود. زين. الديتكشن مال هيك نوع من المودوليشن، post amplitude modulation حيكون عندي مثل ما قلت لكم في البداية low pass filter. أنا عندي أشتغل هنا أنا baseband signal. base band signal يعني عندي هنا أنا الإشارة هي شنو هي base band base band signal base band signal مثل ما تلاحظون بادي هنا من الزيرو لحد هنا من الأوميجا فأكيد أستخدم لو باس فلتر مو مثل band pass filter اللي هي هاي هنا لا هنا أنا هاي هنا أنا band pass signal تفرق عن base band signal لأن عندي هناك الإشارة أستخدم هاي عشان هاي عندي بيس باس سيجنال تقدر نصفه الى اف ماكسيمم فاقدر استخدم لو باس فلتر
لاسترجاع الإشارة. طبعا هنا أنا الانفيرس مالي كي اوف اوميجا عندي هذا هنا أنا. الانفيرس مالته حيعطينا هو شكل الإشارة الأصلي. هذا هنا أنا الجنريشن مال بولس امبليت موديليشن، ولكن جنريشن مال الويث والبوزيشن حيكون نفس الشيء يعني نفس الدائرة، ولكن الفرق مالته حيكون فقط بالجزء الأخير يعني مثل ما تلاحظها يعني خل اشرحها with more details. عندي generation هنا أنا عندي هنا أنا f of t دخلت اشاره f of t لعلتها شيء مثل speech signal دخل على sampler and holder. عندي sampler and holder هذا مقطع ويمسك يعني يقطع، وعندي charge عندي capacitor تمسك الشحنه، وبعدين مين يفتح السويتش مال الترانزستور يعني من يعني هنا أنا هاي هنا أنا يعني هنا أنا on charging okay بعدين off صار شنو هنا discharging هنا دي يعطيني إشارة هنا أنا ال output okay. بحلاحظ هنا أنا ال sampler هو هذا السويتشينج، والholder هو يقصد بالكابسيتر يعني holder هي تعمل عمل كابسيتر يعني holder هو أصلا كابسيتر، والsampler هو السويتشينج هنا الترانزستور هنا أو الريلي. فحلاحظ هنا كلوك طبعا هنا كلوك يسوي سنكرونايزيشن بين هذا السامبلر والرام جنريتر. يعني عندي هنا رام جنريتر مثل ما تلاحظون عندي هنا رام جنريتر يا رام جنريتر عندي بي هذا مثل ما تلاحظ هذا رام جنريتر مثل ما تلاحظون هذا رام جنريتر. فحلاحظ هنا عندي هنا راح يكون سميشن عندي هنا من الاشاره تجي الاف اوف تي على شافه بتي وراها من حيصير بيها sample and hold. sample and hold يعني sample يعني hold هنا sample and hold يمسك sample and hold sample and hold كل إذا حيصير عندي إشارة هنا. طبعا هنا sample كل ما يكون مالته يعني كل ما الإشارة كل ما ال width مال هاي الإشارة أو duration مال الإشارة يكون قريب كل صغير كل ما يتم ريزوليوشن اعلى، وبالتالي يمثل شكل اشاره لفظي الاصلي. ولكن هذا للتوضيح حطينا شويه هنا الديوريشن مال الاشاره شويه كبير. فحنلاحظ هنا بالضبط هنا التاو هنا حيكون عندي هنا مال هاي هنا حنلاحظ اكو فرق هنا. فحنلاحظ هنا بعد السميشن ويا الرام هنا الرام جنريتر مثل ما تلاحظوا الرام جنريتر بعد السميشن ويا الرام جنريتر هاي الاشاره حتكون بهذا الشكل الاوتبوت اللي هي هنا عند النقطة C. إذا الـ F of T هاي عند النقطة A هنا بعد الـ Sample and Hold Circuit، وعند النقطة B هو راب جنريتر هذا راب جنريتر عند النقطة B، وعند النقطة C بعد ما سوينا Summation بين هذا الـ A وكذلك الـ B بعد ما سوينا بيناتهم Summation الـ Output ظهر عندي هذا. الثريشولد هنا الفولتي ثريشولد هو نحدد قيمة هنا الفولتي أنا بالكمباريتر. هنا عندي كمباريتر هنا Operation Amplifier working as comparator with this circuit مثل ما تلاحظون. فحنلاحظ هنا حيقارن ويا إشارة الأوتبوت هنا عند النقطة C. فإذا إشارة هنا هي ماكسيمم يعني هي مثلا فوق الثريشولد، والكمباريتر شو يسوي؟ يقول أنا إذا إشارة عندي هاي الثريشولد مثلا لو فرضنا مثلا في 5 فولت هنا، فلو فرضنا الإشارة هي أعلى من 5 فولت فيعطينا on switch on هذا switch on. من ينزل عن الثريشولد مال الإشارة هاي فيعطينا هنا هذا شنو off switch off مثل ما تلاحظون. ولنلاحظ جزء طفيف كلش صغير هذا switch off هنا اللي هو هذا هنا الديوريشن مال الإشارة. من حيصعد حيعطي صار اكثر من الفولتج ثري شولد مال كومباريتر حيعطينا شنو؟ اون كومباريتر حيعطينا بولس. طبعا هذا البولس هنا حتلاحظون هو امبليتيود هو كونست امبليتيود لان كومباريتر يعطينا اوتبوت استنادا الى التغذيه مالته صح؟ كومباريتر هنا اذا كان مغذى ب 5 فولت فيعطينا هنا اذا كان مثلا 10 فولت مغذى يعني دي سي فيعطينا هنا 10 فولت اون بعدين اوف بعدين 10 فولت اون بعدين حنلاحظ هنا مثل ما تلاحظون صار اصغر من الثري شولد فيعطينا اوف بعدين صار اعلى من الثري شولد اون وهكذا.
هذا حيعطينا بولس وذ موديليشن. فرق هذا بولس وذ موديليشن هو هذا انتيتي، ولكن انا اذا حطيت بولس جنريتر يعني بعد الاوتبوت مال كومباريتر حيعطينا بولس بوزيشن موديليشن. اذا حنلاحظ فرق بين بولس وذ موديليشن وبولس بوزيشن موديليشن بالسيركت فقط وجود البولس جنريتر، وجود شنو اكزيستنجز اوف بولس جنريتر. فحنلاحظ هنا انه وسوي وجود جنريتر، وحنلاحظ هنا هذا يعني كل نقطه ترانزيشن حنلاحظ بين سويتش اون الى سويتش اوف اعطاني شنو هنا اعطاني بولس. الويث مالته متساوي، الامبليت مالته متساوي اكيد، ولكن فرق حيلاحظ بال يعني بالموقع مال البولس. حنجي هنا طبعا هاي نزول اكو هنا بعد الصعود، الصعود مالته حيعطينا شنو هنا يعوفه يعني، يعني هو بس حيركز على الايدج الداون وليس الايدج الاب. هذا حيعوفه شو صار عندي هنا الايدج، هنا صار عندي داون بس صار داون طاني بولس هنا جنريتر طاني مقدار وث ثابت هو ما له علاقه يعني طاني ورجع للصفر وهكذا اجى حت مور صار هنا الايج مالته صعود يغلس عليه عوفا هنا يمشي عندي الايج النزول مشت بولس بعد صار الايج هنا نزول بالايج مال هاي البولس وذ مودريشن فصار عندي هنا جنريتر طاني شنو سويتش اون وطاني يعني فتره معينه ديوريشن وينزل راسا زيرو وهكذا. اذا انا حلاحظ ان انا من ارسمها طبعا طلاب هاي كلش مهمه هاي الامور هاي ركزوا عليها نتيجه الامتحانات يعني احتمال في الفاينال او في الكوزات انه اقول لك مثلا ارسم لي يعني اعطيك دائره وقلت ارسم لي جنريتر مال بولس وذ مودريشن وبولس بوزيشن مودريشن الدائره مالته وكذلك يعني الاوتبوت مال الاوتبوت كل مرحله من المراحل السيركل فلازم ترسمها مثل ما اشرح عليها هسه. عفوا دكتور هنا الرام ايش استفاد انا معناتها الرام؟ الرام هنا انا من جمعت وين الاشاره على مود اقدر اسوي صعدت الاشاره يعني انا يعني هاي هنا أنا من جمعتها ويا الاشاره صعدت الاشاره عندي يعني يعني على مود تخلي الاشاره عندي شوف بعد شوف الاشاره لو فرضنا انه ما موجود الرام هنا أنا وفرضنا انا عندي بس هنا موجود هنا أنا الثري شولد هنا اذا حطيت الثري شولد مال الاشاره هاي ما حيعطيني شكل الاشاره مثل الاشاره الاصليه ما حيعطيني شكل الاشاره يعني ما يعني 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 اللي اريد اقصده انه ما حيتحقق الشرط مال المودريشن ما حيتحقق الشرط مال المودريشن ولكن وجود الرام يعني يعني وجود الرام سبب لي شنو؟ سبب لي انه اقدر اقيس قراءات مال ويل ثري شولد واقدر اطلع اشاره من عند بوست وذ مودريشن اللي هي تحاكي هاي الاشاره تحاكي هاي الاشاره الاف اوف تي. لان انا عندي هنا انا تلاحظون هسه من تنزل الاشاره اللي يصير عندي هنا تباعد حيصير عندي تباعد صح؟ تباعد يعني عفوا العرض العرض يقل وهنا حيكون شنو تباعد البوزيشن. ولكن اذا انا ما حطيت هذا انا الساوي هنا او الرام جنريتر لو فرضا ما حطيته ايش حيصير عندي هنا؟ ما هذا ما حيسوي سيميليشن لهاي الاشاره ما حيسوي حيشوف هنا انا شويه خربطه. إذا هو في التكتيك انضاف خلينا نقول مثلا هو تكتيك انضاف هنا أنا على مود شو يسوي؟ على مود يرسم او يؤدي عمل البولس وذ مودريشن وكذلك البولس بوزيشن مودريشن. عندي هنا أنا مثل ما تلاحظ بهذا الشكل اكو تاو هنا أنا هاي هنا أنا الكلوك عندي هنا أنا الديوريشن وهاي التاو هنا أنا هنلاحظ هنا انه الار سي هو اكبر او يساوي اكبر بكثير من التي اللي هو سامبل اند هول سيركت. الديدكشن مال هذه الاشاره one method of deduction is to convert pulse width modulation or pulse position modulation signal to pulse amplitude modulation. على ما تكشف على الاشاره يجب ان نحولها الى الامبليت مودريشن بولس امبليت مودريشن وانس يوزنج رام جنريتر. هسه حنرجع رام جنريتر starts at KTS, stops at TK, restarts at K plus 1, TS, and so forth. هلاحظ هنا انه هاي الاشاره هنا
pulse width modulation وهاي pulse position modulation باستخدام الرام. هسه حنجي هسه ضياء الرام هنا انه يعني فد فيتشر نضاف بالداره انا يعني نقدر نسوي نولد اشاره pulse width modulation ونولد pulse position modulation وبالتالي at the same time ممكن انا استخرج اسوي detection اشاره هم باستخدام الرام جنريتر. على هذا هنا انا اشاره بالرام جنريتر تصعد اشاره الرام جنريتر تستقر ولكن عندما توصل هنا الاشاره بالنزول وهكذا مثل ما تلاحظون. فحنلاحظ هنا البولس وذ مودريشن اند بولس بوزيشن مودريشن ار رايلي يوز ناو ان كوميونيكيشن سيستم. حنلاحظ انه هذول الوذ والبوزيشن استخداماته حنلاحظها جدا قليله في الاتصالات في انظمه الاتصالات ولكن نلاحظها في انظمه الكنترول. يعني احنا صحيح ما حنلاحظها بانظمه الاتصالات ولكن هاي الوث بولس وث مودريشن حتى ايفن البولس بوزيشن مودريشن حنلاحظها بالكنترول. اذا هي صح ما نلاحظها بالكوميونيكيشن سيستم ولكن حنلاحظها بالكنترول سيستم وجودها جدا شائع وجدا يعني مهم. يعني اوصل لحد جدا الكوميونيكيشن سيستم ان شاء الله المحاضره زين. هسه نجي على ال نجي الطلاب لحلنا احد من السؤال الامور كلها ماشيه ان شاء الله زين. نجي هسه التايم ديفيجن مالتيبلكسنج. طلاب تسمعوني؟ نعم دكتور واضح. نعم دكتور. نعم التايم ديفيجن مالتيبلكسنج تي دي ام هو a mode of transmission in which simultaneous transmission of several phase band signals on time sharing basis is possible. فحنلاحظ هنا قلنا انه حيكون ارسال هو نوع من هو مود من انواع هو نوع من انواع الارسال الاشاره التي ممكن ارسال عدة اشارات آنيا نفس الوقت وحيكون عندي تايم شيرنج بيسز از بوسيبل والتايم شيرنج حيكون بيها ممكن. فحنلاحظ هنا عندي اشاره هنا اف 1 اوف تي واف 2 اوف تي اوكي مثل ما تلاحظون هنا هاي هنا البولس امبليت مودوليشن وهاي هم كذلك عندي بولس امبليت مودوليشن لهذا الاشاره. قلنا post amplitude modulation قلنا العرض مالتها ثابت اوكي وكذلك الـ يعني العرض ثابت وكذلك position ثابت عندي ولكن الاختلاف عندي بس بالـ amplitude مال الإشارة. هاي إشارة أولى وهذه إشارة ثانية اوكي. فنلاحظ انه المسافة بين إشارة أولى وإشارة ثانية هو ds هو السامبلر هو هذا السامبلر. فحنلاحظ السامبلينج تايم فور اي سيجنال هو تي اس هو اصغر او يساوي من 1 اوفر 2 اف ماكسيمم فور ناكوست سامبلينج اوكي. التي اكس هو كلوك فريكونسي فور بي اي ام او تي دي ام سيستم. فحنلاحظ ان تي اس هو تي اس تي اكس هو تي اس اوفر الان. فحنلاحظ كلوك فريكونسي طبعا هنا الاس هو السامبلينج تايم وقلنا الاكس هو كلوك فريكونسي. فحنلاحظ الكلوك فريكونسي هو عباره عن السامبلينج تايم تقسيم عدد شنو المسجات الموجوده عندي هنا الشانلز هنا كم مسج عندي هنا عندي 2 واقول هنا تي اس تقسيم 2 وهكذا. هنا انا الكوميوليتر عندي هنا الكوميوليتر عندي هنا مثل ما تلاحظون هذا الكوميوليتر عدد اشارات هذا هنا هذا يفتح طبعا هنا هذا يعني هنا بوينتر سريع كل شيء يفتح سريع ياخذ اشاره اولى ينتقل الاشاره الثانيه الاشاره الثالثه والرابعه والخامسه الزمن ادفت زمن مثلا الثانيه الاولى بعد وراء عند الثانيه ياخذ اولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه عند الثانيه الثالثه وهكذا عند الرابعه الثانيه الرابعه وهذا وهكذا. لاحظ هنا حيقدر هنا باستخدام سنكرونايزيشن تايمين سيركت وبول جنريتر ممكن ازامن السامبلر ويا الكوميتيتر هنا موجود عندي هنا
واسوي لو باس فلتر تو لاين اور ترانسميتر، وراها ادز على الترانسميتر. انا لو باس فلتر مود يروح لي اشارات يعني ضعيفه او متاخره مع يعني قبل بيفور ترانسميتنج قبل ارسال. الاشارات توصل هنا هم التايمينج سيركت، طبعا هاي التايمينج سيركت تكون متزامنه على التنويع، هاي التايمينج سيركت اذا تزامنت هاي التايم سيركت ويا هذا ممكن يعني استرجع الاشاره، فحيصير عندي حتى كان سنكرونس كوميتيتر. سنكرونس كوميتيتر من يوصل يقول لك سنكرونس كوميتيتر معناته انه هذا التايم سيركت يعني هو متزامن مع التايم سيركت بالريسيفر، موجود بالريسيفر، فعند الثانيه الاولى قلت انا بالثانيه الاولى هو كان هنا واخذ هاي الاف 2 والاف 3 وهكذا، هو هكذا كان بالثانيه الاولى اخذ طلع لي اشاره هنا باللو باس فلتر اف 1 طلع اشاره بالاف 2 والاف 3 وهكذا. زين if an identical message has the same f maximum، اذا لو فرضنا انه هاي الاشارات هي كلها اشارات صوتيه وتمتلك انه يعني f maximum خلينا نفرض 3 كيلو هرتز، اوكي راح نلاحظ ان الاف سامبلر هو اكبر ويساوي من 2 ان f maximum. At the general the sample rate is at least 2 ان f maximum اللي هو الناكوس ريت، راح نلاحظ ان انا واذا حيكون انا مش عارف تذكرون مش عندي ما عندي الان هنا، ولكن من استخدم ديفيجن مالتيبلكس هنا انا حضيف الان عندي many messages to be sent to be sent اوكي. فعلى لاحظ ان minimum required bandwidth of the channel is half the sampling frequency، or حيكون عندي bandwidth مالته هنا minimum واكبر يساوي 2 اف maximum for TDM PIM يعني time division multiplexing pulse amplitude modulation. دكتور عفوا انا يعني الاشارات تردد مال الاشارات على اعتبار انه متساوي يعني نظره في ان نعم متساوي. تمام تمام. المينيمم ريكوايرد مال الباندويث هو عباره عن تقسيم ان وتقسيم هو از هالف ذا سامبل فريكونسي، تقسيم ان اثنين راحت فبقى اثنين بس اثنين اف ماكسيموم. معكم مثال هذا هسه عندي هنا مثال 12 speech signals، اذا انا عندي 12 اشاره صوتيه. طبعا 12 اشاره صوتيه احنا نعطيها بالسؤال انا ما اخليك في حيره هنا انا يعني تقول لك 3.5 كيلو هرتز اقول لك انا suppose the maximum frequency of the baseband of the speech is 3.5 kHz. فدي تكتب 3.5 kHz. المهم 12 speech signals are TDMA, PMA, TDM, PAM transmitted find minimum sample rate at the channel at minimum required bandwidth. إذا يريد minimum required bandwidth وكذلك عندي minimum sample rate اللي هو المينيمم هذا مثل ما تلاحظون المينيمم هنا المساواة. فلاحظ ان انا f maximum هو للسبيتش المعطى بهذا السؤال هو 3.5 كيلو هرتز، حيكون عندي هنا الاف سامبلر هو اكبر ويساوي من 2 ان اف ماكسيموم هو 2 في 12 في 3.5 كيلو هرتز هذا 84. من قلت انا اف يساوي 84 هذا المينيمم، اوكي طلاب مثل ما قلت لكم انا عندي هنا شنو هو الاكبر، هو الاكبر عندي هنا الاكبر، ولكن شكل يكون مساواه هذا هو الاكبر هنا الاكبر، ولكن عند المينيمم at the channel the sensor is at least اقل شيء او مينيمم هو 2 ان في الاف ماكسيمم، حيكون عندي هنا 2 اف ماكسيمم حيكون عندي 4.2 كيلو هرتز. الباندويث مالته مينيمم هو بس مجرد تقسيم 2، تقسيم 2 حيطلع لنا 42 كيلو هرتز. اوكي عندي هنا انا ال مثال آخر determine the minimum transmission bandwidth in a TDM system transmitting 20 different messages. Each message signal have bandwidth. Each message signal has المهم مو مشكلة يا دكتور bandwidth of 5 kHz compare
يقول كنا أنا يقول determine و compare هنا أنا وقارن النتيجة if إذا يعني يقول أول شيء طلع لي minimum transmission bandwidth وكذلك قارن هنا أنا compare the result if FDM is used with AM and SSB techniques. إذا أنا عندي هنا أنا إذا أنا عندي هنا أنا the FDM is used with AM and SSB techniques. زين أول شيء نسوي solution نأخذ أول نوع اللي هو TDM TDM عفوا هو TDM already TDM بعدين هنلاحظ بال TDM هنا يقول لك ال AM هنا هو شنو هو F minimum هو 2 N F maximum و 2 في 20 في 5 هيطلع لنا 200 يعني عندي هنا 5 في 20 إشارة في 2 200 الباند مالته هو تقسيم 2 فهو 100 زين هسه نجي على نقارنه ويا اف دي ام تذكرون اخذنا الاف دي ام تذكرون طلاب اف دي ام نعم دكتور الاف دي ام اي الاف دي ام يستخدمه مع الاي ام والاس اس بي يعني اول واحد دي ام مع هاي الاشارات حليت بهاي مثل شو ما حليت هذا السؤال حليت مثل ما حليت هذا السؤال هاي تي دي ام يقول وراها قارنه ويا اف دي ام اللي اخذناه سابقا مع اي ام واس اس بي احنا نقول اف دي ام تذكرون احنا كنا شو نسوي؟ نضرب 5 كيلو هرتز في 20 اشاره مو في 20 اشاره في 2 كان عندي 200 كيلو هرتز ليش؟ لان هذا لارج كارير كنا نضربه في 2 لان لارج كارير تذكرون طلاب كان لارج كارير نعم دكتور والاس اس بي اني باعتبار انه هذا يعني 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 سايد واحد اما الابر او اللور فشيت ما اضرب في 2 تذكرون؟ يعني نعم دكتور سنجل سايد بان يعني بالضبط يعني تذكرون قبل الاشاره هالشكل كان عندي هنا أنا من اضربه في 2 باعتبار انه هاي لاش كارير هاي الاشاره كلها يعني مشفته بس بالسنجل سايد بان كان ناخذ اما الابر او اللور فمعناته انه مو اضربه في 2 بي فمعناه ناخذ بس اخذ البي اوكي راح نلاحظ هنا نرجع هنا وهذا هنا حيكون عندي هنا حيكون عندي هنا هو 20 إشارة عندي مضروبة في 5 كيلو طبعا هاي كيلو من هاي الخمسة بس صار خطأ 20 إشارة في 5 كيلو حيكون عندي 100 كيلو هرتز إذا حنلاحظ هنا إذا TDM TDM PM is more efficient in terms of bandwidth than FDM بالأيام فحنلاحظ أنه time division multiplexing هو أكثر كفاءة من FDM based on the شنو IM ان هذا وين 100 كيلو هرتز باند مالت مينيمم بينما هذا مينيمم مالت باند هو 200 كيلو هرتز ولكن الدي دي ام اي هو سيميلر تو اف دي ام اي براكتيكالي عاده يستخدم الاف دي ام اي الاس اس بي ماتش بيتر من تي دي ام اي لان هذا دائما مشاكل عندي بس انا انت دائما مشاكل بس انا كوزج بالتايم دومين العفو بالتايم ديفيجن تايم ديفيجن هو مور كومبليكيتد تو ديزاين ذان اف دي ام اي فريكونسي ديفيجن مالتيبلكسنج اوكي فحنلاحظ هنا ولكن اذا ما عندي نو تشويس انا اريد مثلا اريد بس الاي ام ما له علاقه اس اس بي فانا افضل طبعا تي دي ام اي بالرغم انه داره مور كومبليكيتد من اف دي ام اي اوكي حنلاحظ انه تي دي ام اي اف دي ام اي اف دي ام اي هو ديزاين مالته هو يعني تي دي ام اي هو مور كومبليكيتد ذان اف دي ام اي ولكن يعطينا باندويث باندويث هو ماتش بيتر من شنو الاف دي ام اي بيز اون ذا اي ام ولكن FDMA based on the SSB هو حيكون similar to DMA ويكون أفضل من ناحية الكوست ومن ناحية الديزاين من TDMA بالرغم أنه هي نفس الباندويث 100% ولكن هنا أنا time division multiplexing حيكون دارة مالته more complicated than FDMA تمام طلاب؟ هاي بس مجرد أغراض المقارنة وأغراض نفهم أنه ال TDMA وال FDMA أخذناه سابقا المقارنة بيناتهم وإلى آخره زين هسه ناخذ الديجيتال كوميونيكيشن سيستم الموجز مالتها كومبير وذ ذا انالوج انا قلت لكم بعدين ساعطيكم شنو هو المقارنة مالتها لان احنا عندنا ديجيتال كوميونيكيشن هاز سيفرال ادفانتجز اوفر انالوج كوميونيكيشن انالوج كوميونيكيشن اي مين الانجل مودوليشن اللي هي بي ام والاف ام وكذلك اللينير موديليشن اللي هو الاي ام فحل اقارنها ديجيتال كوميونيكيشن وذ انالوج كوميونيكيشن
الديجيتال كوميونيكيشن اول فيتشر مالتها شنو هي؟ has high immunity to channel noise and channel distortion. هاي اول ميزه مالتها. ميزه اذا الميزه الكبيره مال الديجيتال كوميونيكيشن ان تمتلك حصانه عاليه جدا الى ضوضاء يعني القناه او ضوضاء الارسال، وكذلك التشوهات الموجوده بالقناه الارسال. اوكي زين. Regenerative repeaters along the transmission path can detect and retransmit a new clean signal. إذا حلاحظ من هنا ممكن استخدام repeaters، ممكن استخدام هنا repeaters. يعني بين الوقت ما أقدر استخدم repeaters يعني، وإنما يعني جدا معقد استخدام repeaters وكذا، يعني مو بس معقد وإنما هيسبب لي، لو فرضنا جدا إنه استخدمت repeaters راح يسبب لي تشوهات بالإشارة. أنا أقصد هنا ريبيترات، يعني مثلا عندي هنا، أنا مثلا لو فرض عندي هنا، أنا يعني عندي هنا هاي الأرض مثلا، يعني هاي الأرض هنا، أنا هاي الأرض هاي هنا، وعندي هنا أنا هاي هنا مرسلة، عندي هنا عندي هنا أنا هاي عندي هنا مرسلة. أوكي فهاي مرسلة هنا أنا عندي هنا أنا هاي تي إكس، أريد أوصله هنا الآر إكس هنا هاي. أنا ما أقدر، لأن إذا استخدمت هالطريقة معناته الإشارة حتروح هالشكل، أوكي؟ الإشارة حتروح هالشكل. هذا لا يعني إنه الإشارة حتروح ما توصل، توصل بس في الشيء بسبب يعني لازم أدي إنها أتوماسفير، وهذا أتوماسفير حيكسر الإشارة يوصلها هنا، أوكي؟ ولكن حيكون عندي مشاكل الليل والنهار دائما، الطبقات هاي تتغير من الأتوماسفير، يعني تكبر تصغر بسبب ريفلكشن هنا، يعني لا أخذ مشاكل يعني. فأنا ما تستخدم هنا، فأنا ما الطريقة الأفضل تسوي ريبيتر أحطها هنا، يعني ما كان هاي الطريقة أحط ريبيتر، أنا أحط ريبيتر هنا، من أحط ريبيتر هذا تبغى يسوي هذا هنا، يأخذ إشارة هنا يستلمها وعيد إرسالها إلى ريبيتر آخر، ريبيتر آخر هنا، أوكي، وهذا من بالتالي يرسلها إلى ريبيتر هنا آخر يوصل، وهذا هنا همين آخر واحد يوصله إلى الإشارة. فحنلاحظ وجود الريبيتر، ريبيتر عندي نمبر 1، الريبيتر نمبر 2، وعندنا الريبيتر نمبر 3. فحنلاحظ وجود الريبيترات خلت الإرسال حيكون for long long way الإرسال، وكذلك يعطينا clear signal، يعني clear وclean شنو signal حيعطينا، حاطينه كلير وكلين سيجنال مثل ما تلاحظون. زين ديجيتال طبعا هاي واحد لاحظ هاي فقط يعني المنظومات الديجيتال ترانسميشن، يعني ما اقدر مثلا منظومه هنا اف ام ادز هنا دا الصوت، اني مثلا اف ام ادز على هاي المنظومه ريبيت، وهاي ريبيت ايش يسوي؟ يعيد ارسال اشاره اف ام. زين شلون اعيد اشاره الاف ام؟ يعني حيصير مور كومبليكيتد، اشاره ما اقدر اعيدها يعني، يعني صعبه حتى الايام توصل اشاره الايام هنا، أنا هي اصلا مشوهه توصل ريبيتر. زين انا من توصل متشوه ريبيتر انا شنو احسنها؟ يعني ما اقدر احسن اذا وصلت مشوه اشاره، مثلا لو فرضت اني هنا أنا مثلا على سبيل المثال يعني هاي اشاره هالشكل اخذناها وخلينا نقطعها، سوري نقطعها الاشاره هنا، أنا مكان عندي هاي الاشاره، هاي الاشاره هالشكل، اوكي راح تشوه، حيكون مثلا اشاره مشوهه هنا مثلا مشوه تشوه هنا تشوه هنا، انا ما اعرف بالضبط شلون ارجع، هل هي انا مثلا من احط ريبيتر هل هو ريبيتر حيصعد الاشاره هنا او ينزلها، يصعد او ينزل ما اعرف، فهاي يسبب لي مشكله انه بالانالوج مودريشن. انالوج مودريشن كان نوت يوز وذ ذا شنو ريبيترز، ما اقدر استخدم ريبيترز انالوج، ولكن it can be used with the شنو easily with the شنو digital modulation. ليش digital modulation؟ أنا إشارة بالdigital modulation من أدزها، أدزها هالشكل مثلا 5 فولت مثلا on، بعدين هنا off، بعدين هنا مثلا خلينا نفرض لوجيك هذا 1 وهذا لوجيك 0، لو فرضنا لوجيك 0 هنا بعدين صارت لوجيك 1 اللي هي 5 فولت، بعدين لوجيك 0 لوجيك 0 وهكذا انسل on. فحنلاحظ انه لو فرضنا مثلا بالطريق بسبب هذا يعني موجود هنا
الدو السوشيال مال الشانل هنا بسبب يعني الاتموسفير الى اخره. اذا صار بيها ديستورشن اشاره، فهي اذا صار ديستورشن من توصل للريبيتر، الريبيتر شلون توصل؟ يعني خلينا مثلا خلينا نقول انها ريبيتر 1، من توصل ريبيتر 1 حتوصل مثلا ايش قلت؟ 4 فولت او احتمال 7 فولت. اوكي؟ وهنا مقطوع، هنا حتوصل هاي حتزداد، لما اصل هنا فد مثلا 1 فولت وهنا حصل مثلا 0 فولت. ريبيتر شو يسوي؟ يعرف انه 7 فولت وال 4 فولت هي 5 فولت، يعيدها يرتبها مرة الثانية يخليها من 5 فولت ريبيتر، وهاي الواحد فولت ازدادت بسبب يعني موجود ديستورشن بالشانل يسويها 0 فولت، وهاي الصفر نفسها بقى 0، وهاي بقت نفسها 5 فولت توصل 5 فولت وهكذا فرجعها. فسهولة يعني حيكون عندي تكرار إشارة أو ريجنريشن إشارة ديجيتال سيجنال ماتش إيزير ذان ذا أنالوج سيجنال. أنالوج سيجنال يعني أنالوج سيجنال من يصير عندي موديليشن بالأمبليتيود، يعني هاي إشارة هي أصلاً مال الصوت، يعني ما أعرف هل هي هل هو هذا صوته جزء كان عالي بحيث صعد الإشارة، هل هو كان صوته ناصي بحيث ناصي الإشارة. فإنت إز إمبوسيبل تو دو شنو ريجنريت to do regenerate for this kind of the modulation اللي هو analog modulation. But it is very easily to do the digital repeater with the شنو digital signal. Digital signal. زين. Digital hardware implementation is flexible. Flexible. If it's flexible, It may use microprocessors, FPGA, digital switching, and LSI IC, and so on. فيقول لك هنا بال يعني الإنجاز يعني الديجيتال هاردوير حيكون كل السهل ومرن، أوكي؟ مع استخدام المايكروبروسيسور وديجيتال سويتشينج اللي هي الآن والأور وإلى آخره، يعني فليب فلوب إلى آخره. النقطة الرابعة، Digital signals can be added to yield low error and high fidelity as well as privacy. إذن إشارات الرقمية ممكن نضيف لها شنو؟ نضيف لها يعني الكودينج، أوكي؟ على مود نقلل الإرار فيها مثل ما حتلاحظوا ستلاحظوا إن شاء الله بالديجيتال كوميونيكيشن درسوه ويا سعد ماهر إن شاء الله إنه شو يسوي هذا هنا؟ بنستخدم الكودينج يعني الترميز بالإشارة، هذا حيسبب لي شنو؟ حيسبب إنه أدفانتج الإشارة، إنه يسبب إنه الإيرور بسبب الشانل الموجودة حيقل، حيسوي ديتكشن للإيرور، وبالتالي إنه السيجن ترانس ريشيو ما حتتحسن، وكذلك هاي فيدلتي وكذلك برايفسي. يعني أقدر أستخدم قبل ما أدز الإشارة أقدر أسوي كارتوغرافي أدخلها على أنظمة تشفير وأشفرها إشارة قبل ما أرسلها، ولكن بدي أنالوج ما أقدر أشفر إشارة. أنا إشارة أنا ما أقدر أشفرها وأدسها، ولكن هتكون سهلة تشفير إشارة ديجيتال سيجنال قبل الإرسال. النقطة الخامسة، it is easier to multiplex digital signal. يقول أنا ممكن إنه أنا من أستخدم ال multiplexing هيكون أسهل المultiplexing هنا أنا ويا ديجيتال سيجنال هيكون أسهل بكثير من أنالوج سيجنال. وآخر نقطة، a change of SNR signal trans ratio and bandwidth can be done more effectively. إذن حيكون عندي SNR والbandwidth مالته حيكون التبادل بيناته تحويلات بيناته حيكون ممكن إنجازه بصورة أكثر كفاءة من compare with the شنو analog modulation. لحد هنا أحد عنده سؤال؟ دكتور عفو، بالتي دي ان ما طرقت الموضوع جارد باند او المسافه بين السيجنال او المسجات يا عيني، هذا تي دي ام اي يعني ما يحتوي على جارد باند مثل الفريكوانسي ديفيجن. وين هاي بالهاي النقاط الادفانتج؟ لا 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 العفو، مو هنا الموضوع اللي قبل اللي هو تي دي ام ايش بي هذا يعني يحتوي على جارد باند لو ما يحتوي بالجاد باند. طلاب الجاد باند هو يعني موجود وين؟ بالفريكوانسي دومين. بالفريكوانسي دومين بجاد باند، ولكن بالتايم دومين يعني عفوا مو بالفريكوانسي دومين. انا من اقول مثلا جاد باند هذا وين موجود؟ هذا موجود
موجود بالفريكونسي مالتيبلكس ديفيجن مالتيبلكسنج جارد باند. ليش؟ لان احنا نشتغل بالفريكونسي، اسوي فريكونسي بالتايم دومين. هم اكو سلوتات تترك زمن، احط بوزنج للزمن يعني، بس ما اسمي يعني جارد باند، لان الباند للتردد الفريكونسي يعني ما اقدر اسمي منها. انا عندي هنا التردد هو نفسه تردد يعني ما تغير يعني بالتايم ديفيجن، ولكن تغير وين حيكون بالزمن فقط. فحيكون هنا عندي مثلا حيحط زمن هذا، بس انا يعني احنا ما احنا نعطيكم هذا الطلاب يعني، هذا بس مجرد يعني الجارد باند فقط موجود مثلا بالفريكونسي دومين واعطيناه لكم، ولكن بالتايم دومين هذا حيصير مور كومبليكيتد، انتم غير مطالبين يعني بالتفصيل يعني بالتفصيل الممل انه شو اسوي مثلا جارد باند او جارد مثلا يعني اسوي جارد مثلا سلوت خلينا نقول مثلا between two signals with the TDMA. اوكي ضياء؟ نعم واضح دكتور، شكرا. اعتقد احدنا ننهي المحاضره اللي هي digital transmission of analog signals. يعني احنا ان شاء الله هذا الاسبوع اللي يجي ناخذ هاي المحاضره حضوريا ان شاء الله واشرحها اكثر تفصيل، هذا الموضوع جدا مهم. شو نسوي هنا الكودينج الانكودينج للإشارة، يعني بعد ما أسوي ما بعد ما أسوي السامبلينج الإشارة شو أسوي له كودينج الإشارة على مود نقدر نتعامل وياها مع الديجيتال هاردوير. لحد هنا أنا أحد عنده سؤال استفسار على هاي النقاط المهمة طبعا اللي هي advantages over يعني ما الديجيتال كوميونيكيشن over analog كوميونيكيشن. أحد عنده سؤال؟ عفوا دكتور، بالنسبه للرام جنريتر. نعم دكتور، عمليا يعني شلون يعني شو يصير مثل حجمه كذا؟ عمليا رام جنريتر هو بس مجرد كل ما هناك يعني يعني شلون سالنا على مثلا الساوت ساوت توث يعني جنريتر يعني او ساوت توث سيجنال، كل ما هناك اشاره مثلا يعني مصممة في الدائرة معينة، يعني دائرة هاي شنو مثلا الفولتي ما تعالي مثلا 5 فولت وتقل مع مع الزمن، تقل مع الزمن، تقل مع الزمن، بعدين تصعد لأسن وهكذا. يعني أكو دوار أكو دوار مثلا إذا كانت يجوز تحت درسوها ما درسوها مع في الإلكتروني تقدر تسوي دائرة رام جنريتر، يعني مثل ما تسوي سكوير ويف فورم جنريتر مثل يعني يعني اعتقد خلي بالله هنا اسرش لكم هنا يعني هنا